الله وبركاته. اليوم بدنا نشوف بعض الكائنات الحيه اللي بتعيش في المياه الراكده او مياه المصنفات. اليوم في وادي سلمان حنشوف الحلقه هاي شهاده بعض الحشرات اللي بتعيش داخل الماء. فخلينا نشوف مع بعض نقرب الصوره ونشوف مع بعض بعض هاي الكائنات الحيه. نقربها نشوف الاكل. هاي عندنا زي ما انتم شايفين طحالب. اذا طلعنا هنا هاي باش واضحه معكم، اذا سيرنا هنا هاي خنفساء، وممكن تكون هاي مش خنفساء، يعني ممكن تكون نوع من البط. اذا انتبهنا على اخرها من هان في فقاعه هواء للتنفس. في هنا كائن، هاي طبعا هاي اكلت لحوم مفترسه. في تحت الطحالب بتخبى حشره، هيها شايفين هيها هاي اللي هي حورية لليعسوب اللي هو الرعاش اللي يكون طاير فوق المياه. طبعا كمان هي اكلة لحوم، يعني لو في عندنا اسماك ممكن يرخت اليعسوب او الحورية يتهاجم هاي الاسماك. طبعا هاي عندنا اخرى صورة، هاي اخرى خنفساء ثانية وسريعات طبعا في الحركة. هنا بتغذن على يرقات البعوض. نحاول نقرب نشوف هنا ممكن بين معنا يرقات البعوض اللي بتتغذى عليها. طبعا بجوز واحد ينتبه، هذا في عندنا يعني شيء بني، هذا البني الحشرات ما هي في العاده. هي كمان نحكي عنها، هي يرقه ايش؟ حوريه اليعسوب. ممكن تعيش اتوقع سنتين في الماء قبل ما تتطور لحشره يعسوب ناضجه. هذا البني اللي هنا احنا شايفينه، هذا نعرف ان الحشرات ما بنمو جلدها او ثوبها، فبالتالي بتغيره كل فتره وفتره. هنا بنحاول نقرب عند هاي، في كائنات صغيره بتسبح. هاي بتسبح اللي هي عباره عن يرقات بعوض. طبعا حنفحصها اليوم تحت المجهر، بنحاول نفحصها ونجيب لها صور. هاي بجوز هنا هاي اكبر واحدة، اكبر منها هي بتخبى، المي بتتعكر شوي. هاي بخي اذا شايفها عندها، هيها في شيء بيتحرك عند التراب، ممكن يكون كمان حورية ايش؟ يعسوب. هيها شايفها واضحة صغيرة صغيرة. هاي طبعا عندنا خنفساء. يوسف اعطيني العلب معك. هنا جزء بين معنى اوضح، هاي يرقة ال مش يرقة كز، عفوا خنفساء. هيها في المي طبعا بنفحصها تحت المجهر. اذا حدا بينتبه في بكون ايش؟ في فقاعة اكسجين معها عشان تتنفس، ما بتتنفس تحت الماء. هذه العلبة الثانية يوسف، هاي اللي فيها الحورية. بجوز مش واضح الحورية كثير، من هنا بجوز أوضح بتكون. طبعا هي واضحة جدا، طبعا هاي احنا ايش تتحول لعسوب بيكون طاير فوق الماء. طبعا هاي كمان أكلة لحوم. هيك يعني هاي بعض الكائنات الحية. لو احنا عندنا كاميرا متخصصة أو أكثر دقة احنا شو أعطيك تليفون كان شفنا اشي اكثر من هي. اذا بتنتبهوا على الخنفساء كيف ترفع طرفها الخلفي للاعلى، كذا تكبرها شوي الصوره هيك عشان تاخذ ال شايف. هيها طبعا هان هي قاعد تحصل على الاكسجين. اذا منتبهين في لها اطراف هاي في الاسفل، هي تستخدمها كمجاديف للسباحه. طبعا كلها بتخبى تحت ايش؟ الطحالب. المياه الراكده هي افضل مكان هذا الحكي، يعني المياه الماشيه بشكل سريع مش راح نلاقي فيها كثير من ايش المفصليات او الحشرات، لانها سريعه الحركه، فبالتالي بيضلش في الماء يرقات. المياه الراكده هي اكثر شيء. هي شفنا ايش يعني لو نشيل الطحالب هذول ممكن نلاقي شيء اكثر، بس المياه الراكده هي عندنا تبعت الاخرى برا الجعسوب. هي واضحه بس ابيض، واحد يفكرها عنكبوت بس هي مش عنكبوت، ابيض مبين. حاول نمسكها هي. خلي كرر. ايوه واضحه. اذا نقدر نمسك الخنفساء نحطها نرجعها على المي. طبعا لا بتموت بعد المي، بس اتوقع انها بتعيش سنتين في داخل المياه. بدنا نحاول نشوف اذا بنلاقي خنفساء من الخنافس اللي متخبيه هان. شو هي بتخبن بسرعه، هي بتخبن. هي اثنتين خنفساء، اثنتين هيهن واضحة. طبعا هنا بفضل البيئة المائية، بتوقع اذا مكان تجفت المياه بيطيرن مش قوي. مقرفة
هي مش ابو مكلف بس مش ابو مكلف ابو مكلف من البك هسه محطه في المي هي رجعت على المي كل اريحيه هيك احنا نكون صورنا بعض الكائنات الحيه الموجوده يعطيكم العافيه يعطيك العافيه استاذ عبود الله يعافيك مع السلامه السبت 13/6/2020